الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فالسلام عليكم احبه الحبيب صلى الله عليه وسلم مع بلاغه حديث من احاديث سيدنا رسول الله وحديثنا هذه الليله رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل أموال اليتامى والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ذكره سيدنا رسول الله ينبه الأمة تنبيها مشددا على ان ينقوا مجتمعهم مما يفسد المجتمعات في الدنيا ويفسد احوالهم في الاخره فلذلك يظهر هذا في مطلع الحديث الشريف حيث جاء بفعل الامر اجتنبوا والاجتناب ابعاد اي ابتعدوا تماما عن هذه الموبقات ثم ترى التسميه العجيبه من سيدنا رسول الله لم يقل كما جاء في الاحاديث الاخرى اجتنبوا الكبائر او اجتنبوا المعاصي وانما سماها هنا بما تؤول اليه فان المعاصي تذهب بالعباد الى مواطن الهلكه فلذلك قال اجتنبوا السبع الموبقات كما ان في افتتاح الحديث بهذه الجمله تشويقا لصحابه سيدنا رسول الله وزياده تنبيه لصحابه سيدنا رسول الله وزياده اثاره لماذا؟ لانها ما دامت هذه الاشياء السبع موبقه وتؤدي الى الهلكه فإن هذه الهلكة كل واحد لا بد أن يطلب الابتعاد عنها ولا بد أن يطلب النجاة فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات معناها بهذه التسمية أن الكل يحرض نفسه على الابتعاد على الفور بل الكل ينشط نفسه ليسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الاشياء التي تهدي تؤدي بالانسان الى الهلكه؟ ما هذه الاشياء التي تهلك بني ادم حتى نبتعد عنها؟ كل ذلك وراء قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فذكر العدد له نصيب في التحريض وايقاظ المشاعر والتنبيه. وكذلك تسميتها بالموبقات اي بما تؤدي اليه من الاهلاك كذلك ايضا هذه التسميه فيها تحريض شديد على ان يطلب الصحابه تحديد هذه الاشياء السبعه وان يطلبوا سماعها على الفور وان يتلهفوا لذلك لانهم جميعا كانوا حريصين على النجاه كانوا حريصين على الابتعاد عما يهلكهم كانوا حريصين على الابتعاد عما يغضب الله عز وجل عليهم. هذه العباره على صغرها احتوت هذه الكلمات ولكنها اثارت انتباه الصحابه وايقظت مشاعرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علماء التربيه ويعلم الدعاه كيف يلقون بالعلم الى الناس. كيف يأخذون بأيدي الناس إلى شواطئ الهداية كيف يجعلون قلوب الناس تقبل عليهم حتى يلقوا الموعظة بعد ذلك فتستقر الموعظة في القلوب خير استقرار من أجل ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات بدقة وبعناية حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات فذلك هو الذي جعل الصحابه يبادرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال العاجل قالوا وما هن يا رسول الله ونسمع ذلك بعد الفاصل ان شاء الله تعالى اهلا بكم احبه الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما راينا تشويق الحبيب صحابته وتهيئه قلوبهم وايقاظ مشاعرهم واقبالهم عليه صلى الله عليه وسلم بسبب ما ذكره من العباره الاولى اجتنبوا السبع الموبقات التي كانت خير مفتتح لهذا الحديث قالوا على الفور كما جاء في الروايه قالوا: وما هن يا رسول الله؟ وانت اخي الكريم ترى تلهفهم وترى اقبالهم وترى الحاحهم في طلب الجواب وراء قولهم: وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله فهو اعظم الذنوب كلها فبدا الحبيب صلى الله عليه وسلم باعظم شيء واخطر شيء وهو الشرك بالله وتفصيلات الشرك بالله معروفه وكثيرا ما تحدث القران الكريم عن الشرك بالله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذه البداية تدل على أهمية هذا في إيمان المؤمن أن يجتنبه تماما بكل سبيل وأن يبتعد عنه بكل وسيلة ثم تأتي الجريمة الثانية التي تؤدي إلى الهلكة والسحر بالطبع هناك روايات أخرى تحدد الكبائر وهذه الرواية لا تتنافى مع الروايات الأخرى ولا تتنافى معها الروايات الاخرى ولكن ذلك كله يتضام والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صدر الحديث بوصف هذه الاشياء بانها موبقات اي مهلكات لانها تؤدي بفاعليها ومرتكبيها الى وادي الهلكه حينما حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء السبعه لانها تؤثر في عقيدة المؤمن ولأنها تؤثر في حياة الناس ألا ترى الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما يذكر السحر بعد الشرك بالله يشير إليك إلى أن السحر قريب من الشرك بالله ولذلك ترى هذا في الحديث الآخر من أتى عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد لماذا؟ لأن الذي يأتي العرافة ويصدقه فكأنما أشرك العراف في علم الغيب مع الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا كيف يقول ربنا ذلك عن نفسه في كتابه العزيز في أن علم الغيب هو شيء خاص به وحده ثم يذهب الناس الى السحره والعرافين فيؤمنون بما يقول السحره والعرافون اليس في هذا اشراكا بالله او اشراكا للساحر مع الله في انه يعلم الغيب كما يعلم الله الغيب وقد اعلن سبحانه عن تفرده سبحانه بالعلم بالغيب فهذا هو سر هذا الترتيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر الشيء بجانب الشيء علينا ان نفقه بلاغه الترتيب فان بلاغه الترتيب تضم الى بلاغه التركيب في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. اذا الموبقه الثانيه السحر، الثالثه وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، لماذا؟ قتل النفس بأي وسيله من الوسائل وهذا تعظيم لحرمه النفس وبيان لخطر مكانها عند الله تبارك وتعالى لأنك اعتديت على خلق الله ولذلك يفسر هذا الحديث ايضا وهذه الجمله وهذه العباره بما ورد في أحاديث اخر من مثل قوله صلى الله عليه وسلم الانسان بنيان الله ملعون من هدمه فانت اعتديت على بنيان الله تبارك وتعالى وهدمت بنيان الله تبارك وتعالى من اجل ذلك سيؤدي ذلك بك الى الهلكه ومن هنا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ربما تقول وهل هناك قتل للنفس بحق نعم فمن قتل نفسا بغير نفس فتقتل هذه النفس لانها قتلت نفسا فهذا من مواطن القتل بالحق قتل النفس بالحق وكذلك الذي يرتكب جريمه الزنا وهو متزوج محصن فانه يقام الحد عليه رجما حتى الموت فهذا قتل للنفس بالحق وذلك لا يقوم به الا السلطان او من ينيبه وهو القضاء ونسمع البقيه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى بكم أحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع الموبقة الرابعة فيما نبه عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث اجتنبوا السبع الموبقات الموبقة الرابعة وأكل الربا أي اجتنبوا أكل الربا لماذا؟ لأن أكل الربا أيضاً هو نوع من انواع الاعتداء على النفس ولذلك جاء اكل الربا بعد النهي عن قتل النفس التي حرمها الله الا بالحق وهذا من بلاغه الترتيب كما ذكرنا ربما تتساءل هل اكل الربا له مدخل في قتل النفس نعم لانه استغلال لحاجه الفقير الذي يوشك الهلاك ويوشك الفقر ان ياكله فياتي صاحب الربا فيزيد الضغط عليه ربما يؤدي ذلك به الى اهلاك النفس لماذا؟ لانه بدل ان يسد حاجته وبدل ان يعينه على سد حاجته فانه يدحر نفسه ويذل نفسه ويزيد مشقته فلان الربا هو استغلال لحاجة الفقراء ولشدة حاجة الفقراء لأنه لا يلجأ إلى ذلك إلا الفقير المحتاج حقا وإلا الفقير الذي تعاني نفسه فيزيد الربا من معاناة نفسه وهنا يكون ذلك إشارة على انتهاء الفضل بين الناس. وانتهاء التعاون بين الناس لأن الفقراء إذا ضاعوا في وسط الأغنياء لم يكن للأغنياء قيمة في هذه الحياة ولا ما كان لهم من أثر في هذه الحياة وتحول المال وبالا على الناس وتحول المال أذن للناس من أجل ذلك يكون لذلك كله مدخل في قتل النفس أيضا، فلذلك ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم أكل الربا وجعله الموبقة الرابعة أي المؤدية إلى الإهلاك ومن هنا فإن القرآن الكريم قال لأهل الربا انتهوا عن أكل الربا وإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فالذي يستخدم الربا محارب من الله ومن رسوله فمن الذي يستطيع ان يقاوم حرب الله او ان يقاوم حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي يستخدم الربا وان المرابي على خطر عظيم ليس فيه وحده ولكن ايضا خطره يتعداه الى فقراء الامه والى ضعفاء الامه فيهلكون ويموتون جوعا. ثم ينتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الى الموبقه الخامسه وهي اكل اموال اليتامى انها لصيقه الصله بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الربا لان اليتم يؤدي باليتيم الى الضعف نعم اليتم انجب للزمان محمدا ولكن اليتيم ضعيف والا ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الارمل التي تسعى على اليتامى انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه وفي روايه اخرى وحديث اخر انا وسفعاء الخدين كهاتين في الجنه لانها تسعى على الايتام وعلى الضعفاء فحينما يضيع هؤلاء الضعفاء في المجتمع حينما يهلك هؤلاء الضعفاء في المجتمع ويكون إهلاكهم بسبب أقرب الناس إليهم أي الذي يتولى أمر أموال اليتيم هو الذي يأكل مال اليتيم فيكون سببا في ضياعه ويكون سببا في هلاكه حينئذ على الدنيا السلام ولا خير في مجتمع يضيع فيه الفقراء ويضيع فيه الأيتام من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أكل أموال اليتامى وجعله الموبقة الخامسة ثم ينتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون سببا في هلاك الأمة أيضا في الدنيا والتولي يوم الزحف والتولي يوم الزحف يعني حينما يهاجم الاعداء اوطان المسلمين فيخرج جيش المسلمين لقتال هؤلاء الاعداء دفاعا عن الوطن وترابه ودفاعا عن العرض والمال والنفس فيتولى الجيش او يتولى بعضهم سيكون ذلك سببا في هلاك الأمة من أجل ذلك ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم في الموبقات السبع ثم الموبقة الأخيرة التي تؤذي الأعراض وهي قذف المحصنات الغافلات أي رميهن بالزنا دون بينة ودون بيان وهذا شيء شديد الخطر يفسد المجتمعات فلذلك سماها نبينا صلى الله عليه وسلم الموبقات لأنها تضر المسلمين في الدنيا وتفسد عليهم الآخرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجنبنا السبع الموبقات وغيرها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه